وصل يوم أمس إلى أرض الوطن نحو 301 مسافر جزائري كانوا عالقين بتركيا، وتمت العملية وسط تنظيم محكم. تاريخ 15 مارس نهبط للجزائر، سكر المطارات هذه. حصلتي تمكنتي؟ ودرك يعني واش رايك؟ الحمد لله الحمد لله. سكرت الطريق ما لقيتش كيف نروح. الحمد لله. قعدنا تما كون شافي هذا ونحن على رب العالمين، هاي حنت علينا بلادنا جات لمتنا. الحمد لله. الحمد لله كي روحنا ذوك وكنت ما قدرتش نمشي قلت لهم الا داك ما ربي يدوني كروسه خرجوا لي لبرا. مرحبا. غير يجوا داخلين الاولين قبل لابوليس قبل لادوان، حنا الاولين كاع اللي نكونوا في الواجهه. باش نشوفوا لهم اللي عنده درجه الحراره ناخذوه وحده ونلبسوا له مام البسه كيما حنايا باش ما يعديش. ومن بعد ما نديروا له لي كونسلطاسيون نشوفوا سي سي ان كا سوسبي قلت لك نبعثوا للوبيتال قطار ولا كان عنده مرض نورمال. والله شحال من واحد قبضناهم عندهم الحمى وما عاد نلقاو باللي واحد عنده اينونجي الاخر ابسيدون تاريتو نعاودوا نسرحوا لهم. وتبع للاجراءات الصحيه المتخذه فقد تم تحويل الرعايا الجزائريين الى فندق مازافرون بزيرالدا لقضاء فتره الحجر الصحي. كل الظروف واجده سواء من العمال ولا الطاقم الطبي ولا يعني كل الظروف راهي كالعاده في احسن ما يرام. على بالنا انهم يجوا عيانين من السفر وعيانين يعني ايضا حتى في الحجر كيكونوا في اوروبا ولا في تركيا كما اليوم جايين خاوتنا، لازم يعني نخدموا يكون دائما فيه تنوع في الاكل ويكون كثير 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 صحي يعني بارابور لمقاومه هذا الوباء هذا. وبالعودة إلى الوطن وسط هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية يكون هؤلاء بمنأى عن أي مخاطر لفيروس كورونا المستجد.